أسى لوعة صدمة على وفاة الأب. الدار باش تفرخ كيما نقولوا، وهي مرأة كبيرة وبدأت ذكريات السنين ترجع لها، باش تقولوا راهي ما زالت كي كانت بحذاها عندها ساعة، ما زالت كي حاولت تتواصل معاها عندها ساعة، ما راهي ما لقات حد في الدار، راهي مشات لها باش تاخذ شوية ماء من الماجل نتاعهم. دقت 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 الباب، دقت الباب، ملاحة حياتها لمن تنادي، راهي ما فماش ريحتها. يامي يامي وينك؟ ما فما حتى جواب، ما فما حتى شكون يجاوب فيه. وهنا كان له المشهد الصادم، وهما ما يعرفوش احيانا اللي قاعدين يغطيوا على جرائم. وشكون قالك انه وفاته ماهيش وفاه مسترابه؟ الذهب ما فماش، التليفون ما فماش، فما اثار العنف على المراه، وبالتالي ما تنجم تكون كان عمليه سرقه. المدرسة اللي هي تقرأ فيها بعيدة شوية على الدار، حساسية تخليها أنها كي تاكل حاجات معينة تنجم ينفط بدنها وإلا تصير لها مضاعفات صحية. فأمها حارسة أنه مكلتها الكل يلزمها تكون من الدار، لكن توا منذ أيامات أمورها ما تعجبش، وليت يقولولها عليها في المكتب اللي هي وليت معصبة، عندها غش، نقصت من المشاركة، ما عادش تحب تتكلم، ما عادش تحب تشارك. تروح للدار تشد تركينة تقعد فيها، كان ما قعدتش في البيت بعيد على الناس الكل، رغم انه لينا باش تعطي اوصاف الموس متاعو بصفة دقيقة. عنده موس كبير احمر، كيف جاو يتفقدوا في الموس اللي عنده يلقاوه نفس الموس اللي هي قالت عليه. وصفت لهم الحوايج اللي اختصبها بيهم أول مرة، لقاوا الحوايج موجودين في الدار متاعه. أما البنات الاثنين نهار 30 سبتمبر 2000 هما في غاية الفرحة، وهما حاضرين في هذا المهرجان بعد ما وفاء الجو ووفاء المهرجان. جاء وقيت المرواح، هكا الطلبة والطالبات والتلامذة اللي كانوا حاضرين في هذا المهرجان، رغم العدد الكبير من الكيران اللي كانوا متوفرين باش يروحوا بكل واحد البلاده والدار، إلا أنه ما لقاوش هما بلاصة، لقاو الدنيا كلها معبي. لا سبيل إلى أنكم تصيحوا ولا تعيطوا، راكم تحت الأرض ما يسمعكم حد. اللي نسمعها تصيح عندي الحديدة نكللها بها الحمها. وين باش تولد؟ كان في بالها هي وكاتيا وسلكوها بما أنها حبلت، توا باش يضطر أنه يهزها للسبيطار، باش تولد في السبيطار ومن غادي باش تمنع. باش يعاودوا يكتبوا وريقة أخرى بطريقة سرية وبعد جهد جهيد، مع الناش التفاصيل متاعه بالضبط، بعد جهد طويل باش ينجموا هالوريقة هذه يحطوها في كاش متاع سي دي، كاش متاع سي دي في البيت اللي كريت اللي كريتها الطفلة الجديدة، كاش متاع سي دي ملوح في خزانة. قالنا باش تجي وباش تسكن وباش تعدي الجمعة الأولى والجمعة الثانية والجمعة الثالثة، وما هيش باش تشوف الرسالة إلى أن فقدوها. يشوفوها في الحومة، تقريبا هي شيخة الحومة، أكبر امرأة 86 سنة، وبالتالي الناس الكل يعرفوا أمك سالمة والناس الكل مسيسين عليها. ما فماشي واحد أمك سالمة ما ربيتوش ما عاونتوش ما جاشي لدارها، يعني المرأة الكبيرة اللي موجودة في الحومة.
عين ريم باش تجي على البطانية، البطانية في القاعة هي ملوحة، بطانية في القاعة باش يجيو يهزوها باش يكتشفوا مشهد صادم، باش يكتشفوا أمك سالمة هكم ملهوثة على روحها مكتفة عريانة وبحذاها دم باين أنه أصابها نزيف. اسمه لطفي. علاش يحب يعاود يشدو؟ ما قلت لكش، ما هو لطفي القى وأنه مخبش. تحب توصل للشهرة ومستعدة لكل شيء مش توصل للشهرة. ومن كل شيء فما لقاءات والقعدات والسهريات، وبديت تطلع السلم اللي حبت عليه بما انها طوى وليت بمعارفها وبش يقدمها رجلها القاضي لمجموعة من المسؤولين على الوسائل الإعلامية. نفتح بقى عشان الأستاذ اللي قال لي انت هتطلعي تشمي على الهوا وهتعملي. أنا نحبك تولي معرس بيا بصفة رسمية. وولات جهة تهديدات بالتصفية من عند المتشددين الدينيين، تهديدات بالتصفية من عند جماعة المخدرات، تهديدات بالتصفية من عند برشا من جماعة اللي جبدتهم بطريقة أو بأخرى. شنو باش تعمل؟ باش تبدأ تحفر وراء رجلها، شنو تنجم تطيح عليه من ملفات يلزمنا نتخلصوا منها. باش يقول له حسين أما